مرحبا جميعا بقناة ميديكال سكرايب للشروحات الطبية. أنا كرار حيدر، طالب بكلية الطب جامعة بغداد. بالفيديو الفات واللي هو البارت الأول من السكين تنشن لاينز، شرحنا فد مقدمة عن هاي اللاينز، بحيث حكينا بالبداية عن تعريف هذين الخطوط، وراها وضحنا أصل التنشن لاينز أو منين جاي ذني اللاينز. بينما بفيديو اليوم واللي هو البارت الثاني حنحكي عن أنواع التنشن لاينز وتطبيقاتهم العملية وأهميتهم. إحنا قلنا بذاك الفيديو إنه السكين تنشن لاينز حتتقسم إلى نوعين أساسيين، اللي هم اللانجرز لاينز أو الكليفج لاينز، وإلى الكرايسلز لاينز أو الرينكل لاينز. فحنبدأ باللانجرز لاينز أول شيء. هذا النوع من الخطوط اللي نرسمها على الهيومن بادي حتمشي بموازات وتتوافق ويا ترتيب الكولاجين فايبرز اللي موجودين بالديرمس، وغالبا تكون هاي الخطوط بنفس اتجاه الاندرلاينج ماسل فايبرز، يعني بنفس اتجاه العضلات اللي جواها. ذني اللاينز اكتشفهم العالم كارل لانجر سنة 1861. أما كارل جاب جثة ومثقب وقعد يثقب بهاي الجثة مجموعة ثقوب متقاربة من بعض، فلاحظ وراها انه اتجاه هاي الثقوب على الجلد اتخذت في شكل بيضوي. فمن خلال هذا الاختبار قدر يلاحظ اللاينز دايركشن او اتجاهات الخطوط ونمط توزيعهم على الجلد، وبالتالي طلع عنا باللانجرز لاينز. فهاي كانت فد لمحة تاريخية عن انه شلون اكتشفنا هاي اللاينز. هسه لازم نيجي نعرف انه هاي الخطوط حتتخذ عدة انماط واتجاهات حسب المكان. فحتتخذ اتجاه طولي بشكل لولبي بالأطراف، بينما تتخذ اتجاه عرضي أو ترانسفيرز بالركبة والجذع، أما بالإلبوز والنيز والأنكلز والريستس فحتتخذ اتجاه موازي للترانسفيرز كريزز مال الجوينتس، أو تتخذ اتجاه موازي للفلكشر لاينز مال ذاك المفصل. وهذني الترانسفيرز كريزز أو الفلكشر كريزز هنقدر نشوفهم من نثني المفصل، اللي هي هاي الخطوط أو الحزوز الواضحة بالمفصل. وحتى نفهم إنه ليش دا نعرف هاي التفاصيل، هي لأن حتفيدنا من نريد نسوي فد سكين انسجن. فإذا سوينا فد انسجن أو صار عندنا لاسيريشن باتجاه موازي لهذني اللانجرز لاينز، حتشفى هاي الشقوق بدون ترك ندبة، أو تترك ندبة بس بسيطة كلش، لأن هاي الشقوق بما أنه حتتخذ اتجاه موازي لللانجرز لاينز، واللانجرز لاينز تكون باتجاه الكولاجين فايبرز مال الديرمس، فما حيصير عندنا disruption للكولاجين فايبرز، وبالتالي ما حتترك هذه الجروح ندبة أو سكار. أما من تكون هاي الشقوق أو الجروح بشكل عمودي أو perpendicular على اللانجرز لاينز، فهنا طبعا حيصير عندنا disruption واضح بالكولاجين فايبرز، وبالتالي من حتتشافى هاي الجروح حتترك prominent scar أو ندبة ظاهرة وواضحة. وبعض السيفير كيسز ممكن تؤدي هاي الجروح إلى ندوب متضخمة ومتينة ومرتفعة يسموها الكيلويدز. فهاي بالنسبة لللانجرز لاينز واللي هي النوع الأول من السكين تنشن لاينز. أما الكرايسلز لاينز أو الرينكل لاينز فهي النوع الثاني من السكين لاينز، واللي وصفها العالم كراسل. وصف هذا النوع من الخطوط بناء على صورة رجال كبير بالعمر وجهه مليان تجاعيد. فهاي الخطوط غالبا حتتخذ نفس اتجاه التجاعيد مال الجسم، بس مو دائما طبعا. وهاي الخطوط حتكون متجهة باتجاه عمودي على اتجاه حركة العضلة، يعني العضلة من تتقلص حيكون إلها اتجاه معين وحتسوي فد أكشن معين. فهاي الخطوط حيكون اتجاهها بشكل عمودي على هذا الأكشن مال هاي العضلة، فلذلك حتعتبر lines of maximum skin tension، يعني هي الخطوط اللي حتوضح أكثر شد ممكن للجلد. يبقى عندنا أنه لازم نعرف أنه wrinkle lines مو شرط دائما تتوافق ويا longer's lines، وحتختلف عنها خصوصا بالتشين والدورزم اوف نوز والمنطقة اللي صايرة لاترال للعيون. فهاي هي الرينكل لاينز او الكرايسلز لاينز،
واللي هي النوع الثاني من السكين تنشن لاينز. آخر شيء عندنا بهذا الفيديو هو أن نفهم شنو أهمية السكين تنشن لاينز. طبعاً الهاي لاينز ثلاث وظائف أساسية. أول وظيفة هي أن الجراحين يحاولون أن يقللون من السكارز أو الندبات اللي تصير بسبب الشقوق الجراحية باتباعهم لهاي الخطوط قدر الإمكان. ثاني وظيفة هي أن هاي الخطوط قد يكون لها تأثير على الووند هيلينج، يعني ممكن تأثر على عملية التئام الجروح. وآخر شيء هي أن اللانجرز لاينز بالتحديد لها فد أهمية بالفورنسيك ساينس أو بعلم الطب الشرعي، وكذلك تفيدنا تطوير التقنيات الجراحية. فهذا كان فد شرح خفيف ومختصر مفيد عن السكين تنشن لاينز وأهم أنواعهم وأهميتهم. وها هي، شوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامة.